وجدان الافلاك وجودك يا علي، وجدان الافلاك وجودك يا علي، والزمان تسلم بيمنا. غصبا على عدا ما فرض عنا صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الأصبغ بن نباتة: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك في ليلة 20 من شهر رمضان، يعني بعد الكائن بليلة، يعني في الليلة التي فيها جاءوا للإمام سلام الله عليه بطبيب يعالجه من تلك الضربة الموجعة التي ضربها به أبو الخبيث ابن ملجم المرادي. قال الأصبغ: دخلت على الإمام سلام الله عليه، ولما جلست عنده قلت: يا سيدي، أريد أن تحدثني بحديث، حتى إذا ذكرته للناس أقول لهم هذا آخر ما سمعته من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقال: نعم يا أصبغ، إني أحدثك بحديثين. الحديث الأول، قال: يا أصبغ، في ذات يوم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان عنده جماعة من أصحابه، لما رآني استقبلني وقال: يا علي، إن أول من ينفض التراب عن رأسه ويقف بعرصات يوم القيامة و يكسى من حلل الجنة أنا وأنت يا علي، وينصب لي منبر من نور، فأنا أقف على ذلك المنبر الذي يعلو منابر الأنبياء، وترى الناس حضورا كلهم من آدم إلى آخر بشر، وهم في ذلك الموقف الرهيب، موقف يوم القيامة، الموقف المذهل، والشمس نازلة بسماء الدنيا، والناس سكوت كأن على رأسها الطير فينهض، فأنا على ذلك المنبر وأنت دوني بمرقات،
ودونك رضوان خازن الجنان بمرقات، ودون رضوان خازن الجنان مالك خازن النيران بمرقات. فيقوم رضوان خازن الجنان ويصيح بصوت يسمعه كل من حضر ذاك اليوم، ويقول: يا رسول الله، إن العلي الأعلى ائتمنني على مفاتيح الجنة فهي عندي أمانة. وقال: هذه المفاتيح أنت المؤتمن عليها إلى يوم القيامة، فتسلمها إلى حبيبي محمد. صلى الله عليه وآله. وها هي الأمانة يا رسول الله. قال: يا علي، فأأخذ المفاتيح من رضوان على رؤوس الأشهاد والناس كلهم ينظرون، فأقول: أيها الناس، أسمعتم مقالة رضوان؟ فيأتي الجواب: نعم. قال: هذه مفاتيح الجنة أنا أملكها، والآن أملكها أخي وابن عمي علي بن أبي طالب. وذلك بإذن الله. ثم يا علي تستلم مفاتيح الجنة. بعد ذلك يقوم مالك خازن النيران فيصيح بأعلى صوته: يا رسول الله، إن العلي الأعلى ائتمنني على مقاليد النيران، وهذه المقاليد بيدي، وقال: هي أمانة عندك حتى إذا استوت القيامة تسلم هذه المقاليد إلى حبيبي محمد. وها أنا ذا أسلمك هذه الأمانة. قال: يا علي، فأستلمها وأخاطب الناس الحاضرين: هل سمعتم مقالة مالك؟ يقول: قالوا نعم. فأقول: اشهدوا أن هذه مقاليد النيران التي ملكني الله، فأنا أملكها أخي وابن عمي علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب عليه السلام، أو النبي يقول له: يا علي، فأنت بيدك مفاتيح الجنة ومقاليد النيران. علي حبه جنة، يعني وقاية، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، إمام الإنس والجنة، قسيم النار والجنة. المأمون العباسي يسأل الإمام الرضا، قال: ما معنى أن علي قسيم النار والجنة؟ يعني هل هي أشبه بمجموعة من الحبوب حتى يقسمها بالنص، أو مجموعة من الأموال، أو من المحلات، أو شون يعني يقسم؟ فقال له الإمام الرضا: أما بلغك الحديث عن ابن عباس؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن علي بن أبي طالب حبه إيمان وبغضه كفر. قال: نعم، هذا الحديث وارد. قال له: فالمؤمن وين يروح؟ قال له: إلى الجنة. قال له: والكافر وين يروح؟ قال له: إلى النار. قال له: هذا معنى علي قسيم النار والجنة. فالإنسان المؤمن بالله، ومؤمن برسول الله، ومؤمن بأولياء الله،
الذين هم يقومون مقام النبي صلى الله عليه وآله من الأئمة. فعلي وأولاده ورسله ورسول الله صلى الله عليه وآله. فعلي قسيم النار والجنة. ذكروا أن الحارث الهمداني رضوان الله عليه كما يذكر هذه الرواية الشيخ المفيد في الإرشاد، دخل الحارث الهمداني على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ولما رآه الإمام قام واستقبله، وكان الإمام يحبه، وللحارث حظوة كبيرة عند الإمام علي. ولما أجلسه إلى جنبه توجه الإمام إليه وقال: كيف تجدك يا حارث؟ قال: يا سيدي، إن الدهر نال مني، والذي زاد أواري هو تخاصم أصحابك على بابك. أنا الآن جئت شفت مجاميع، هذا يقول أنا رأيت رسول الله، وهذا يقول أنا سمعت ممن سمع من رسول الله، وهذا يقول الحديث الفلاني كذا، وهذا يقول كذا. فسمعتهم بعضهم يبهتك ويكفرك، وبعضهم يؤلهك، وبعضهم بين بين، وذولا بعد يحيرون. ملتفت الموضوع شلون بدقة، يعني يقول لك أنا جيت شفت هذولا على باب علي بن أبي طالب، وكلهم يشتغلون بالدولة، مال الإمام وحكومة الإمام، هذا في القضاء، هذا في العسكر، هذا في الإدارة، هذا في الاقتصاد، هذا في السياسة، وهكذا يعني يشتغلون مثل أشعث بن قيس وشبث بن ربع وفلان وفلان، هذول قادة في حكومة الإمام علي، وشخصيات لا يستهان بهم في حكومة الإمام علي، لكن نشوفهم يوم من الأيام يذهبون إلى الحيرة، إلى قصور المناذرة، ويشربون الخمر. ولما سكروا خرج ضب من مغارته وركضوا وراءه وقالوا: قف لنبايعك، أنت أمير المؤمنين. يعني كان غير مؤمنين بولاية الإمام وحكومة الإمام، وكأنهم يميلون إلى جهات أخرى معادية للإمام، ويشتغلون لذيك الجهة المعادية. فهذولا لما شربوا الخمر وظل عقلهم أعربوا عما في أنفسهم، وخرجت ضغينتهم. يقول بعضهم: مهما تكون عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. راحوا يلاحقون الضبط: تعال أنت نبايعك، أنت أمير المؤمنين، أنت الشكل يعني. كان على كل حال الإمام علي يوم الجمعة خطب، وذول حضور، فقال: أيها الناس، أقرأتم قول الله يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟ قالوا: بلى يا أبا الحسن. قال: أعلموا إن في مجلسي هذا، يقصد الإمام مجلسه، قوم سوف يحشرهم الله تحت لواء إمامهم، وهو ضب. وكشف عنهم الإمام، وعرفوا أنفسهم أن عليا عند علم،
عن ما جرى. فالأشعث بن قيس يريد يسترضي الإمام، فسوى قدر حلويات وجابه وإجر الإمام بالليل وطرق الباب عليه وقال له هاي الملفوفة أنا جبتها وإلك وكذا. الإمام علي هاي القضية يذكرها في اليوم التالي في خطبة قال فيها الإمام: وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة قد شنئتها كأنها عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت أصلة أم صدقة أم زكاة؟ هاي جايبناها الحلوى شنو؟ صلة؟ أكو ناس فقراء ما حد يدق الباب عليهم، احنا ناس حكومة ملوك، تواصلنا انت تواصلنا قربة إلى الله؟ إذا قصدك القربة إلى الله أكو فقراء مساكين ما حد يعرف عنهم، ذولا واصلهم. وأما إذا زكاة فنحن نعطي الزكاة، وأما إذا صدقة إحنا ما نأكل صدقة. شنو جايب هذه؟ فقلت أصلة أم صدقة أم زكاة؟ قال: لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية. قلت: هبلتك الهبول، أفعن دين الله تخدعني؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة لما فعلت. ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى، وإن دنياكم عندي كورقة في فمي جرادة تقضمها. وبهذه الكلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعطينا درس من أن الإنسان الأمين على عباد الله، من أن الإنسان الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى حكم ملك إمرة كذا كذا يجب أن يرعى كل الجوانب، يرعى الدماء ويرعى الثروة الاقتصاد ويرعى الإدارة ويرعى الصغيرة والكبيرة من شؤون المسلمين والمؤمنين والمواطنين، وأن لا يضيع في حكومته عقال بعير. إذا ضاع في المرعى عقال عار على حامل حما وهو في الحما، إذا ضاع في المرعى عقال بعيري. فالإمام سلام الله عليه قال له: أنت جاي ترشيني تستعطفني حتى أدير وجهي عنك أغض البصر عن فعلك الشنيع؟ يعني أنت إنسان عندك وظيفة في هذه الدولة، وإذا أنت تؤمن بالضب وتكفر بولي الله وبالإمام الذي اجتمع المسلمون على مبايعته والذي هو أساسا إمام وأمير منصوب من قبل الله، وذلك من يوم قال رسول الله: ألا فمن كنت مولى فهذا علي مولى، اللهم والي من والى وعادي من عادى. فجايب الحلويات يسترضي الإمام، يعني يقول لك من أهدى بقى يستحق جمل. فالإمام علي قال له: أنت مو جايب لحلويات ترضيني، لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها
على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة. نملة شايلة حب مال شعير وماخذته ورايحة لبيتها لعيالها ويطوني هذا الملخ اللي قال يقول قف بطريق هاي النملة اقطع عليها الطريق لتمنح من الوصول وتحرمها من هذا الزاد اللي في فمها وهو جلب الشعيرة. يقول والله فلا أفعل ذلك، والله لو أعطيت الأقاليم السبع. وهذه موعظة، بالك يوم من الأيام تفكر شلون تقطع رزق هذا لأنه يخالفك مذهبيا أو حزبيا أو فكريا. فكر هذا عنده عيال وعنده أطفال مثلا، يعني هاي فد موعظة، هي مو مجرد كلام عن حادثة جرت أبيها يجب نفقهها، نفهم فلسفتها، نطبق على أنفسنا حتى ينعكس ما طبقناه على أنفسنا على الأرض، ونرى إحنا بأننا واقعيون من خلال ما نراه من أمن واستقرار وسعادة ولنا من تدبيرنا وترتيبنا وخوفنا من الله سبحانه وتعالى. بالك تفكر أنك شلون تكتب تقرير صير جهاز تصنت كذا كذا في سبيل تقطع رزق واحد أو تحرمه من حقوقه أو تسعى ضده. وبعد إياك وبالك أن تقبل سعاية الساع. الإمام علي أمير المؤمنين لما ولى مالك الأشتر النخعي والله على مصر كتب له عهدا وقانونا فيه كيف يحكم البلاد ويدير أمور العباد. فمن جملة كلام الإمام يقول له يا مالك وليكن أبعد رعيتك عندك، وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لعيوب الناس. مفهوم هذا الكلام؟ الإمام يقول للمالك شوف انتبه الكلام شلون عظيم، سلام الله عليك يا أبا الحسن يا من لا نظير لك ولا مثيل ولا عديل أبدا. قل يا مالك وليكن أبعد رعيتك منك وأشنعهم عندك أطلبهم لمعايب الناس. معنى الكلام الإمام يقول له أي شخص هاي رعيتك الموجودة فليكن أبعدهم، مو قريب منك هذا يصير، وأشنأهم شنأه يعني بحيث أنه أمجهم أو ضحهم الشكل منك أطلبهم لمعايب. يعني الإنسان الذي يجي بس بإذنك قال فلان وحش فلان والقال والقيل ويكرهك بالمجتمع، فهذا أطرد من حضرتك، لا تخلي له مجال أبدا. وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس، فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها. فلا تكشفن ما خفي عنك منها إلا وإنما عليك بتطهير ما ظهر لك منها. وتغاب أو قل واستر، استر كما تحب أن يستر الله عليك
من عيوب رعيتك، استر، إن الله يحب الساترين. وهذه الأمور من وليها؟ الراعي، الحاكم، مش القائد. صحب إن الوالي هو أولى من غيره بستر عيوب رعيته وأهله وأولاده. عجيب غريب. وتغاب عما لا يضح لك، فده أشياء مغمضة مو واضحة. لا أظن تقول بالله شوفوا لي إياها، خلي أشوفه شلون كذا، أبدا تغاد سوي راحك ما أدري. وهذا بمعنى جدا عظيم. الإمام زين العابدين يوصي ولده الباقر، يقول له يا بني اجعل الأمور ثلاثة أثلاث، فثلثان غفلة لا تدير لها بال، وثلث واحد أفضل له فيما يتعلق بدينك بعيالك بأولادك بتربيتهم. لا تظل انت فاتح اذنك قال فلان وحج فلان والقال والقيل وكذا، وتسمع من هذا وذاك، وخصوصا بهذه الأزمنة، هذه الأزمنة الأوقات اللي دا نعيشها احنا، الكذب فيها مثل شآبيب المطر. والذي يقولون اذا وصلك خبر عن واحد لقدام اطرح منه 99%، ظل واحد، هذا الواحد منه 9 بالعشرة، ظل فرد واحد من 9 بالعشرة، هم هذا انظر بي ذب من عنده 2 وخذ بثلث. والتفت، مو كل ما تسمع هو صحيح. غير ما يوجد بالمجتمع من دجل كالشعوذة والتنجيم والسحر ومن القضايا كل إنسان يعقل به ويفرد مشاكل. مولاي، فأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال يا مالك وتغاب عن ما لا يضح لك، يوضح لك، إلى أن قال ولا تعجلا في قبول سعاية ساعة. لا تستعجل أنك جاب لك فلان خبر وانت صدقت، شلون ما صدق إذا هو سيد فلان وحج فلان وشيخ فلان وزعيم فلان والشخصية الفلانية هم النقلوا وقالوا، شلون ما صدق؟ الإمام ايش قال هنا؟ قال ولا تعجلا في تصديق ساع، فإن الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين. وإن تشبه جئكم سيد أو كذا وحجي أو شيبل هنا واللحيل هنا، أي وصل على القبلة والمسواش واستغفر. يقول هذا انظر فيه، يعني مو يتغرك هاي المظاهر وكذا شيء واقع. وإن شبه بالناصح، وأدخل في مشورتك أو لا تدخل في مشورتك بخيلا ولا جبانا ولا حريصا. لما تريد تسوي راي تقعدون شورى، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ذولا من يقعدون يمك أنت يا الحاكم يا الوالي، يعني يا مالك الإمام يخاطب مالك، فخذ فلا تأخذ بمشورة البخيل ولا بالحريص ولا بالجبان، فإن الحرس والجبن والبخل من نبات شتى يجمعهن عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى أبدا. والإنسان البخيل مواجبه ولايته، ولا الجبان ولا الحريص ولا بخل.
يجب الذي أنه يقدر. حتى أنت الآن تقول لك حسينية أو تقول لك جماعة أو تكي أو مجلس أو ديوان، لازم أن تكون كريم وشجاع وصبور. فعلى العموم يا أعزائي، فهذا الكلام على ضوء كلام الحارث الهمداني للإمام علي، قل لرأيت على بابك ناس يتخاصمون فيما بينهم، هذا يكفرك وهذا يؤلهك وهذا كذا يقول عنك وهذا. وتدري هاي بعض الناس والشباب تسمع يقول لك والله سمعت من شيخ فلان، سمعت من زين فلان، سمعت من عنج فلان، وهاي ورطة. الإمام ابتسم قال تعال يا حارث أنت ملتبس عليك، شيعتنا النمرقة الوسطى. النمرقة هو السرج الذي يوضع على ظهر الفرس، له قربوص بالمقدمة وقربوص بالمؤخرة. تعرف الخيال إذا متمرن على الخيالة، إذا ركب يركب على القرب ويركب على السرج على هاي النص. أما إذا شفته ركب على القربوص أو على القربوص المتأخر أو المتقدم، بمعنى ما يفهم ركوب الخيل هذا مشكل أبدا. قال شيعتنا النمرقة الوسطى يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي. قال له بس اسمع يا حارث، إن الدين لا يعرف بالرجال. والله أنا أشوف هذا رجال، أقول أنا حجي خير وشيبة وكذا وعنده معلومات ويتكلم بالدين وبالفقه ومن هالقبيل والإسلام. يقول هاي مو دليل على أن هذا عند الدين. الدين لا يعرف بالرجال، وإنما الدين يعرف بالحق. أعرف الحق تعرف أهله، تعرف الحق تعرف أهله. قال له أريحك؟ قال له نعم يا أبا الحسن. قال يا حارث أنك ستجدني عند الاحتضار. هاي خصوصية يعني، وتجدني عند الوحش في القبر، وتجدني عند النشور، وستجدني عند الميزان، وستجدني عند الحوض، وتجدني عند الصراط، وتجدني عند المقاسمة. قال سيدي وما المقاسمة؟ قال المقاسمة يوم أقول للنار هذا لك فخذي وهذا لي فذري. يقول هنا قام الحارث وهو يقول والله لا أبالي بعدها أن أقع على الموت أو الموت وقع علي. يا حار همدان كل من يموت يرني، من مؤمن أو منافق قبلا. ساعة الاعتذار بذيك الشدة وإزرائيل واقف على رأسك، لا أم تنفعك ولا أبوي نفعك ولا عشيرة نفعك، مسجى بين أهلك، لا طبيب ينفعك ولا عشيرة تدفع عنك، مفهوم؟ بذيك الشدة بذيك الساعة. وإذا تشوف علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، هنيئا للي إلى علاقة بأبي الحسن، وهذه خصوصية ومنزلة من الله
لوليه مقابل أتعابه وصبره وجهاده على الذي قاتل على تنزيل القرآن وقاتل على تأويل القرآن أبو الحسن سلام الله عليه، أليس كذلك؟ هذا شيء واضح يعني. فعلي قسيم النار والجنة، هذا أتيت به على ضوء كلام النبي يا علي، فمفاتيح الجنة بيدك ومقاليد النار بيدك يوم القيامة. قال يا أصبغ، هذا الإمام علي حدث الأصبغ بهالحديث، قال يا أصبغ، فقام رجل من الأنصار قال يا رسول الله ومن يبغض عليا بعد هذا الحديث؟ بعد الحديث اللي حكيته أنت أكو واحد يبغض علي؟ قال نعم يا أخا الأنصار، لا يبغضه من قريش إلا سفحي، ولا من العرب إلا دعي، ولا من الأنصار إلا يهودي، ولا من سائر الناس إلا شقي. أي الأقسام الأربع التي تبغض عليا، أكو ناس يبغضون علي، ومنهم مثل اللي يبغضون الإمام سلام الله عليه. أما الإنسان المسلم الموحد اللي يتوجه للقبلة باليوم 5 مرات، هذا ما ممكن أن يبغض أمير المؤمنين سلام الله عليه ويبغض أهل البيت، لا. المسلمون مجمعون كلهم على محبة أهل البيت، ونسأل من الله أن يجمع المسلمين على محبة أهل البيت. ومحبة أهل البيت هي الواقع المانع الرادع عن كل آفات هذه الدنيا ومهالك الآخرة. وبهذا صرح كتاب الله وصرح رسول الله، وهناك عبارات كثيرة وكثيرة، وأود أن أطرحها لو يسع المجال. فعلى أي حال، قال له هذا الحديث الأول يا أصبغ، وأما الحديث الثاني. قال يا أصبغ، في ذات يوم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في مرضته التي توفي فيها، لما سلمت على وأردت الجلوس قال يا علي اذهب إلى المسجد وناد الصلاة جامعة، فإذا اجتمع الناس قل لهم يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وآله ملعون ثم ملعون من عق أبويه، وملعون ثم ملعون من منع الأجير إجارته، وملعون ثم ملعون من أبق عن مواليه. قال يا أصبغ، فذهبت إلى المسجد وناديت الصلاة جامعة واجتمع الناس وقلت لهم أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقول لكم 3 كلمات، الأولى ملعون ثم ملعون من عق أبويه، والثانية ملعون ثم ملعون من منع الأجير إجارته، والثالثة ملعون ثم ملعون من أبق عن موالي. فقام رجل من الحاضرين قال يا أمير المؤمنين أو يا علي بن أبي طالب يا أبا الحسن، ما معناهن؟ ذن شنو المعنى يعني؟ فقلت له أو فقال له أمير المؤمنين دعني أسأل رسول الله. يعني الإمام علي تصور أنه يجيب كلام ما يفهم معناه، أو الرسول ما يفهمه ويقول يا بكيت وكيت، بس الإمام علي من حرص على حديث النبي أن لا يكون فيه شرك مشوب
كن كاء خالص، هذا كلام النبي وهذا تفسير النبي، مو يجي على ابن أبي طالب يضع نفسه المولانا أنه من عند هذا التفسير الكلام من والتفسير من عنده، لا، يريد الكلام والتفسير من النبي حتى يبين للناس عمليا أن رسول الله صلى الله أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه لا يجرأ أن يأتي بكلمة خارجة عن كلام محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني طبق الأصل حتى مكياله كل شيء أبدا كالرسول صلى الله عليه وسلم. فرجعت يقول له إلى النبي وقلت يا رسول الله أنا بلغت وهذا رجل سألني قال ما معناه هون، قال يا أصبغ، فأخذ النبي بيدي يا أصبغ ناولني يدك ناولني يدك، يقول أصبغ فأعطيت يدي للإمام علي قبض علي هكذا، قال هكذا قبض رسول الله صلى الله عليه وآله على يدي وقال يا علي معنى الكلمة الأولى ملعون ثم ملعون من عق أبويه الأبوان أنا وأنت يا علي، أنا وأنت أبوى هذه الأمة. الأبوة الروحية. قال والكلمة الثانية ملعون ثم ملعون من منع الأجير إجارته هو أنا وأنت وأغل بيتك، من يوم أنزل الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فأجروا رسالة محمد محبة آل محمد. هذا أجر أنت أديت أجر الرسالة، شكرت الرسول، احترمت النبي، كون من خلال محبتك لأهل البيت ومودتك له وتخلقك بأخلاقهم وتطبيق سيرتهم ومنهجهم على نفسك. هذا قال له. وأما الكلمة الثالثة ملعون ثم ملعون من أبق عن مواليه هو أنا وأنت وأهل بيتك، وذلك من يوم الذي قلت أيها الناس هل أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقالوا بلى، فقلت ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والى وعادي من عادى وانصر من نصر واخذل من خذله. فالذي أبق عن هاي الولاية وعن موالي أبق راح إلى جهة ثانية فهذا ملعون. فهذا ما أخبر به أصبغ نباتة ابن نباتة في زيارته للإمام علي سلام الله عليه. قل ثم نظرت بعد ذلك إلى الإمام وقد رأيته عرق جبينه وسكن أنينه. هذيك الليلة جابوا طبيب للإمام علي. يقول الليلة 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 يا لمسة بن هاشم بريم يا ولي والحسن عال نحيم حاسب الخطر واعلن الطبيب يقلوم ابوكم الليلة مغيب يقلهم أبوكم بالليلة مغيبة ويا ساعة فراق أجري. عاد هنا لما جاءوا بالطبيب وزينب سمعت أن أبوها جايبين لطبيب جمعت النساء وقعدا ورا الباب يردن يسمعا آخر الأنباء شنو الأخبار عن أمير المؤمنين، وإذا بزينب تسمع الحسن يبكي الحسين يبكي
العباس يصرخ وابتا وعليا. عادي هنا زينب دقت الباب، زينب ندهت العباس قام وصوت شعده، قالوا يا العجيد اختك تريد تشوف والده. زينب ندهت العباس وابو فاضل تلقاها يكفكف دمعة عيونه وينشف دمع عينه. يا زينب أمر اشتردين يا أم الخدر ناداها، صاحت والدموع عبار شلون أصواب حامد جوار. اسمع ويد عندكم صار يا خويا والهواشم هاي كلت له جشايدة. زينب والقمر عباس تقل اسمع بجي وصياح، وابو فاضل يقل اخته جبنا الوالد الجراح، وقلب جرح البراسة يخته وصفق راح براح. اش اسولف لش بعد عنه ابو بونا ما بقد ظنه. يا زينب أيس منه مثل ما أيس الجراح منه وطبرته شده. قالت لا أريد تروح لأخوي الحزن وتخبره، تقل أختك وتطلب لأبوها بعينها نظرة، أخاف أن يعتذر منك يا خويا بهايلة عذرة. أبوي وارد أشوف الله ويودعني وودع الله وصيح الوجد بالولى. آه يا بوالدنا الراحت بعد شيرده، انت عباس من حينا اجوا يم الحسن وشب. يا خويا يا الحسن هذا وصية إلك من زينب، تريد تشوف والده وعفتها موجله وتنحق. يا خويا روح صبرها يا خويا الدهر حيرها بعد وين الامر مزره. على ابوها صدق ما تلاق حق الله يساعده. قال الحسن يا عباس روح اخبر بني هاشم زينب يا ما ابوها تريد خل تتفرق الوادر. اجت زينب لابوها الصيح اعس يا والد سالم، تصيح ونار مزيد اعس يومك يا ابويا بعيد. ابويا ابويا يا ابويا يتامى نصير قبل العيد. ابونا بهالشهر مشتول اير دغر رايدها وحيدر من سمع زينب تبكي قال سكتوها، ومثل ما جلت باريها اريد انكم تباروها. هاي مخدرة تدرون بالذلة تخلوه، اخاف الكربلة ترحون
أريد بزينب توصول عقبكم ما أقول يهون بديار الغرب زينب حرمة وتظل وحدها يا عباس الإمام علي صاحبي على صوته وين أبو فاضل يا عباس يا نبها يا متشات هاي تشيدك أمانة وأرد سلمها يا أبويا من دليدة الخدرها والوضع الأسار انت الحارس نريدك انت اضحين اسم عباس امرك يا لوب على الراس او خلت شج جميع الناس ترى بشار بزينب وش حد يصل حد والنعم ابو فاضل مثل ما تاخذ الابوه ادى الامانه قمر العشيرة أبو الفضل العباس هذا هنا العقيلة زينب تنظر إلى أبيها قد عرق جبينه وسكن أنينه التفتت إلى الحسين أحسين يا حسين صاحت يا ولينا خويا يا حسين صاحت يا ولينا يا ولينا يا خويا لا تخفي علينا وشوف العرق يرشح جبينا يا اخو خويا الحال تبقى اليوم زيانة يقلها يا زينب يا حزين يا زينب يا حزين اخبرك خبر لا تظهري خويا ترى والدي ترى والدي يروح ابن دين ترى والدي يروح ابن دينا الله تعالي شوف عز زين وبكاها على ابوها زينب زينب بكت والدمع دم سال دمسايات وصاحت بصوتي صدع الأجبار بويا يا ريف اليتامى البيك الأمثال يا بويا بعيد البلا من الدار ترجع والله بعيد البلا من الدار يا رتين شوار أبو فاضل كفيل زين شوية الأبيات هذه العباس سلام الله عليه آخر لحظة من حياته يوصف زينب وكان متأذي على زينب لأنها وديعته خصوصا لما قعد يم الحسين يقول له يا حسين والله في المجلس هذا وذكر أبو فاضل يقول له يا حسين يا تاج المعاني والله يا حسين يا تاج المعاني ايه يا ابو ايه والله اسمع يا ابو اليمه يا غالي
أنا ما من يا أبو السجاد حالي يا خويا ولا من يمين ولا شمال والله ولا سغم عين على بال ولا ما بجري ويل عمد مر بخيال لا جن لا جن لا جن لا ضم اوال او تالي زينب تظل من غير وال والله لا جن لا ضم اوال او تالي زينب تظل من غير وال انا جيتك للنار مو قاطع الياس انا جيتك للنار مو قاطع الياس بلش القرج بيك من الانفاس انخاك وتشد حالك يا عباس والله انخاك وتشد حالك يا عباس خويا انخاك وتشد حالك يا عباس او مثل ما جيت ردا شايل الراس والله مثل ما جيت ردا شايل الراس اي والله مهضومه 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 يا اخويا اعتنيتك وعلى الشريعة دوريتك ويا لا يا ابن لا يا ابن يا ابو فاضل يا اخ ويا لا يا ابن ولا يسر لقيتك لا تقول يا اخويا نسيتك انا كل صوت يضربني نخيل ايه انا كل صوت يضربني ايه نخيت ابن فضل يا من اسس فضل والاباء أبا الفضل إلا أن تكون له أبا نسألك اللهم وندعوك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروب ونفس عن كل مهموم اللهم خذ بأيدينا لما يرضيك عنه اللهم إنا نرغب أن نكون من عبادك الصالحين ولا نستطيع أن نصل لهذا المقام
إلا بإذن منك وبمشيئة منك وبلطف وإحسان منك. اللهم سبب لنا الأسباب التي توصلنا إلى هذا المقام، مقام رضاك، ومقام أن نكون من عبادك المعنيين بقولك، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. اللهم ارزقنا زيارة الحسين والعباس آمنين مطمئنين. اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. أخواني الحاضرين والسامعين والمؤسسين، تقبل اللهم أعمالهم، وإلى من مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات. وجدان الأفلاك وجودك يا علي، وجدان الأفلاك وجودك يا علي، والزمان تسلم بيمنا. ما فروض عنا.